السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصدقائي وصديقاتي، رجعنا لكم بفيديو جديد. النهاردة هنعمل معاكم فكرة جديدة للأطفال للتعليم، الأرقام الحروف اللي انتوا عايزينه. احنا هنعمل مع بعض العصفور الكناري ده بالتفصيل، وهقصه قدامكم وهرسمه قدامكم، كل حاجة قدامكم، مفيش هتبقى بعيد عنكم. عايزين عليها هنقول لكم الفكرة. مثلا احنا بنختار الحروف، مثلا عايزين نعمل الأرقام انجليش عربي كده، كله بننفذه وبنعمله على الأرقام على الحروف الموجود والمتاح أو المطلوب عندك. هنا عملنا الحروف الانجليش، الارقام الانجليش او الارقام عربي برضو متاح، اللي مطلوبة عندك. احنا بنعمل مثلا العصافير في الارقام بنبقى من 1 لـ9. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا معايا الفكرة للاخر. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، وتابعوا الفيديو للاخر، وياريت تدعموا القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا اصدقائي هنعمل معاكم عصفور الكرانيا زي ما قلنا لكم، وهنبتدي مع بعض وهنرسم العصفور مع بعض. احنا دلوقتي سلام، الفكره دي بتبقى مطلوبه جدا بنعمل عليها مثلا حروف الارقام كده يعني. فانا هرسم معاكم العصفور، احنا هنرسم زي ما متعودين كده، نرسمه عشوائي على ورق ابيض علشان ايه، زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا ما نشتغلش على الفوم على طول، على اساس الفوم ايه مادة غالية وكده، فما ينفعش احنا مثلا نشتغل عليها على طول. فاحنا هنرسم كده، انا هرسمه عشوائي معاكم بالقلم الجاف كده، هنحاول نقصه كده. معلش بقى انا برسم ايه، انا ممكن بقص احلى من كده كمان، ان شاء الله اقصه احلى. فاحنا هنحاول نطلع العصفور ده على الورق عشان نشتغل بيه على الفوم كده. انا قصيت قدامكم اهو، انا اللي بقول اهو اللخبطه اللي بتحصل دي، اللي هي بنعمل عشان كده بحب اشتغل على الورق الابيض، وبعد كده اي ورق مستعمل، يعني الورق ده مستعمل مش ابيض بس يعني، بس انا بستغله. وبنقص بنفرغ المكان ده، او بنعمل يعني بنعمل الجزء ده هو اللي بطن العصفور. العصفور بيبقى ملون، احنا هنعمله بالوان مبهجه وحلوه قدامكم. هنقص الشكل ده على الفوم ونرجع لكم. اهو يا اصدقائي احنا قصينا على الفوم اهو، نضيف من هنا ومن هنا. ايه شغلنا يبقى نضيف، ده اهم حاجه في الشغل بتاعنا، والفينش يبقى حلو. برضو الجزء اللي قلنا عليه ده برضو قصيناه لوحده كده، هنركبه مع بعض اهو. كده هنحاول نظبط الشكل بتاع العصفور بتاعنا اهو كده، عشان لسه احنا عايزين نحط له الرجل بتاعته والعيون. هنيجي هنا ونقص العيون على ورق ابيض اهو، الورق الابيض اهو، ونقص عيون صغيرة خالص. نجيب حتة متساوية كده اهو، كده كده هيدينا العيون، هنحطهم هنا. ممكن نصغرهم نكبرهم زي ما احنا عايزين، هنظبطهم شوية كمان. عايزين البق برضو هنعمله بالأصفر، باللون الأصفر، هرسمه قدامكم. هو بق العصفور مثلا بيترسم كده مثلا اهو، كده هنقص الجزء ده كده بعد ما قصينا يا اصدقائي. معلش انا بحاول اوفر وقت الفيديو على اساس الفيديو ما بقاش طويل على الفاضي. كده ادي بق العصفور، وهنيجي نثبت العيون بتاعته، يا في عين اكبر من عين، واحنا عايزين نظبط الدنيا كده. كده يا اصدقائي اهو، نثبت العيون كده من فوق اهو.
كده والبق هيبقى قدام العيون كده، طالع جزء من عيون كده اهو. هنرسم العيون بالقلم عادي. عايزة تعمليها فوم برضو ممكن نعملها فوم، بس انا حابة اعمل بالقلم. خلي فراغات كده في النني على اساس ايه في لمعة في العين. هي هنا طفت، بس عادي عندي قلم ماركر او قلم بويا هنعمل بيه العيون كده نظبطها كده. هنيجي نعمل التاتش، لازم نوضح مثلا الجناحات بتاعته كده. الكتف هنا بيبان كده، كتف العصفور لان ده منفصل شوية، المفروض انه كتفه كده. هنا برضو نفس الموضوع، هنا هنوضح الريش بتاعه كده، والدين نفس الفكرة برضو. عندك اي لون احمر اسود كله مهم ايه نبين الشكل بتاع العصفور. هنا هنيجي نعمل الرجل بتاعته برضو، عايزة تتعمل هنرسمها برضو قدامكم بالقلم ونقطعها. هنا هنعمل الرجل مثلا كده كده، طالع منها ثلاث صوابع اهو. برضه هتتظبط اكتر من كده بالقلم بالمقص اهو. عايزين لونها اورنج، انا هقصها الاصفر قدامكم بس انا هعملها اورنج يعني، على اساس دايما العصافير والحاجات دي تلاقي رجلها مختلفة كده كده كده. رجل العصفور اهي، ايه رأيكم كده؟ انا عاملة اتنين باللون الاورنج زي ما قلنا اهو، اكبر شوية اهو. هنثبتهم هنا عشان يدينا شكل حلو للعصفور بتاعنا كده. هنثبت اهو. ارجوكم لو لسه مكملين الفيديو دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل الفيديوهات. ان كنتوا بتحبوا الفيديوهات بتاعتي بتشاركوها بالاطفال بتحبها وكده، ارجوكم تابعوني. ما تنسوش تدعموا القناة بلايك او تفعلوا الجرس ولايك عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر ناس ممكن ان شاء الله. كده احنا عملنا العصفور. احنا دلوقتي بنستخدمه في ايه عصفور زي كده؟ احنا برضو ممكن يتعمل كشكل للاطفال، يتحط في اوضه الاطفال، يتحط في اوضه عاديه، حتى على الباب قدام الباب قدام الشقه كده. افكار كتير. الفكره اللي احنا بنستعملها ان احنا بنحط عليها رقم او حرف او انجليش عربي كده، هنشوف قدامكم كده يا اصدقائي. احنا هنحط مثلا لو انجليش هنحط حرف جي مثلا، وهوريكم في فيديو كده منفصل ان شاء الله نوريكم الحروف بتتعمل ازاي والارقام. حرف جي لو ارقام هنحط مثلا سبعة، تبقى ماسكاه كده في رجلها كده او كده على اساس ايه يبقى باين قدام الاطفال. بنعمل العصافير دي اشكال والوان كتير، مش اللون ده بس، مش بنرتبط باللون ده، الوان كتير. وبنحط مثلا الرقم، حط التسعة مثلا علشان ايه تسعة تبقى واضحة في الفيديو اكتر اللون مثلا كده. برضو بتبقى العصافير مرصوصة كده تسعة لحد رقم تسعة، هما اللي بيبقى مطلوب للاطفال. وبعد تسعة احنا عارفين الرقم بتتكرر. السيفن انجلش برضو. اي حروف عندك، اي ارقام لو حابه زي ما بيطلب مننا بنعمل، معلش سوري كده، بيبقى نحط الارقام حروف اللي يعجبكم. ارجو الفكره تكون عجبتكم وتكون الافكار بتاعتي بتشجعكم على الشغل وتقدروا تنفذوها وسهلة التنفيذ. انا بنفذ كل حاجة قدامكم بامانة علشان ايه كل اللي عايز يعرف حاجة يعرفها ويعرف ينفذها ان شاء الله. ارجوكم في اخر الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.